تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن. واليوم وصلنا عند الميزان والطالع والطالع عقرب، لكان عناصر التقاط الفرص المهنية الجديدة متوفرة قدام هيدا المولود إذا كان طالعه العقرب، ورح يضطروا أو رح تضطروا الأجواء المحيطة فيه للانسحاب باتجاه صلاحيات جديدة. وكمان منقول لمولود الميزان إذا كان طالعه عقرب توقع أرباح مالية ومكاسب إضافية بانتظارك. ضلكم بألف خير وباي باي.